بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. يأمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انظروا إلى القبور من حولكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: القبر قبران، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أنت الذي تختار كيف تعيش داخل هذه الحفرة، إما تعيش في نعيم أو تعيش في جحيم. هذه القبور اللي دايرين بينا في الظلمة هذه كلهم كانوا أحياء كما احنا كنا أحياء. يا واقف عند قبري لا تتعجب من أمري، البارحة كنت مثلك وغدا ستصير مثلي. ليس الغريب غريب الشام واليمن، بل الغريب غريب اللحد والكفن. راكم عارفين في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد والصحابة هكا غير كملوا من الجنازة، قالوا اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ثم جلس الصحابة قاع قعدوا وبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام واقف، فبكى بكاء مريرا، بدأ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم جبد مطرق ودلهم خط في التراب، قالهم هذا صراط الله المستقيم. ثم دلهم خطوط خارجين من الخط هذاك، قالهم فلا تتبعوا السبل، ما تخرجوش على الخط المستقيم هذا. بالله عليكم كم من إنسان راه معانا درك لا يصلي، كم من إنسان هنا راه معانا راه بعيد عن طريق الله عز وجل. شوفوا الآية دي كم صعبة، وأنا فوق المنبر ونعلمها للناس. ربي يقول في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان انتايا ما غرك بربك الكريم، شكون اللي بعدك عليا، شكون اللي داك وودرك، شكون اللي بعت الله عز وجل علشانه، أين الله في حياتك، أين الله منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، من بين أنواع العيون عين بكت من خشية الله. سقسي روحك وانت راك واقف، آخر مرة بكيت خوفا من الله عز وجل؟ آخر مرة هدرت بينك وبين الرحمن وقلت يا رب اسمح لي فإني عبد ضعيف؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله، صلوا على الحبيب، قالوا يا رسول الله، قالوا إن تراني عصيت أيغفر الله لي؟ كي نعصي ربي يسمح لي؟ قالوا يغفر لك. قالوا وإن عدت إلى المعصية؟ قالوا يعد إلى الغضب. قالوا وإن تبت؟ قال يتب. قالوا وإن عدت؟ قال يعد إلى الغضب. قالوا وإن تبت؟ قال يتب. قالوا وإن عدت؟ قال يعد. قالوا وإن تبت؟ قال أتب. فبكى الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سقساه، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام متى لا يتوب الله؟ واختاش ربي ما يتوبش عليا؟ قالوا يوم لا تعود أنت إليه. راكو عارفين بلي الإنسان لو عاصي ربي يضر، لو كان يروح يدوش يصلي ركعتين دعاؤه مستجاب، يستجيبه الله سبحانه وتعالى، لأن ربي يفرح بيك. نعيا وإحنا نحبوك وباباك يحبك ويمك تحبك، الله عز وجل هو خالقك. في حديث صحيح على النبي عليه الصلاة والسلام، السماء دائما تهدر مع الله عز وجل، تقول له يا رب خليني أمطر عليهم مياه، يعني فيضانات، فأقتلهم جميعا، أنت اللي خلقتهم لكن يعبدون سواك. ثم تهدر الأرض تقول له يا رب اجعلني أزلزل الأرض تحت أقدامهم، خليني نضرب زنزلة نقتل كاع الناس اللي فوق الأرض لأنهم ابتعدوا عنك يا الله. ثم ينتقى البحر يقول يا رب خليني نفيض عليهم لأنهم عصاوك، لأنهم بعدوا عليك. فينطق الرحمن، سمعوا ربي وش يقول، يقول يا سماء يا أرض يا بحر، فترد هذه الثلاث قلوا لبيك يا الله. تقول يقولهم لو خلقتموهم لا رحمتموهم. ربي يحبنا يا جماعة، رغم أننا احنا بعاد عليه، رغم أننا نسبوا فيه، رغم أننا نعصيوا فيه، رغم أننا نسرقوا ونكذبوا ونتنوفقوا، رانا نضربوا الأيتام، رانا نهضروا في أعراف الناس، لكن الله عز وجل يتقبلنا. بالله عليكم دوكا نضرب نطفوا التليفونات
راح تشوفوا هيبة ورهبة كبيرة دخل المقبرة. كل هذه القبور الآن رام يسمعوا فينا، كل هذه القبور راح تسمع فينا. شيخ وشن هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن دخلوا المقابر وش يقولوا؟ السلام عليكم أهل ديار المؤمنين، نلقي عليهم السلام. علاش رانا بعاد على الله عز وجل؟ هل الدين يخالف أننا نلبسه مليح؟ غلط. هل الدين يخالف أننا نشيل ونجيب طنوبين شابة؟ غلط. نحن لا نحرم الحياة وإنما نحرم الحرام. الإسلام ماجاش يبعدكم على الحياة، جاي يبعدكم على الحرام. أما الحياة عيشوا فيها كما شئتم في طاعة الله عز وجل. سمعوا هذه القصة ثم أختم بها. والله في يوم من الأيام كنت إمام خطيب في واحد المنبر من منابر البليدة، لما نزلت كانت حكمتني الضرسة، الناس قالوا لي والله يا شيخ ما تروح تنديوك ديسبونسير. دخلنا إلى مستشفى، هذا المستشفى كبير، 6000 المؤلفة من الناس يستنوا في جنازة تاع طفل صغير. فالناس افتح الشيخ أو جايز، افتح الشيخ أو جايز. فالطبيب قلت له أنا داعية عند الله سبحانه وتعالى، أنا أرشد الناس، هذا صوت بحبح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له بالله عليك احكي لي وش كاين. قال لي يا شيخ هذا الطفل درنا له ليكوغرافي، صبنا له لابنديسيت، رايحة تطرطق خلاص. قال لي جرينا به، نحينا له حوايج ونجروا به إلى غرفة العمليات. قال لي هذا الطفل يخزر فيا ويقول له يا طبيب ما تخافش. قال لي تقول له تالي ما تخافش. قال لي لما دخلناه للبلوك وحطيناه قال لي خزر في واحد الكوانة. قال لي وبدأ يضحك. قال له يا طبيب، قال له تعرف فيما راني نشوف؟ قال له في من ترى؟ قال له إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى زوجته عائشة رضي الله عنها يقولان لي الليلة تبيت معنا. هذه الليلة راك بيت معنا. ثم رفع يده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطاحت يده وفاضت روحه لله. الطبيب تلمو مدين وربي مقوين وإيمانه، دار للكوانة وقال السلام عليك يا رسول الله، ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وراو حكيم نزيف الله يرحمه، وراو عمر ناموسة، وراهم ولاد حومتكم اللي توفوا بالفيسبا، وراو بأني الله يرحمه، وراهم الناس اللي كانت تموت كانوا يدوروا معاكم، كنا ننصحوهم، كنا نتكلموا معاهم، ودايرين في بالهم بلي هما حيدفنونا قبل، لأننا نحن أكبر منهم سنا، لكن مشيئة الله وقضاء الله وقدره كان أسرع أنه دمان هما أصغر منا. أنا اللي غسلت عمر ناموسة وحكيم. والله الذي لا إله إلا هو هذه الدنيا لا تسوى بعوضة. أنا نصيحتي ليكم ليس كشيخ، كأخوكم إيدير، عود إلى الله عز وجل، سوق الفيسبا وروح للبحر واضحك وقصر والبس وش حبيت، لكن إذا سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلي الجبهة تهبط لله عز وجل، هبط هذه الجبهة لله، تب إلى الله عز وجل، عد إلى الله سبحانه وتعالى، ويقتاش تبقى تقول غدوة غدوة غدوة، اللي قبلكم كانوا يقولوا هكا ثم عادوا إلى الله وانظر كيف سيلقون الله عز وجل. لذلك الإنسان في هذا الموقف هذا يرانا واقفين، هذا سيناريو سنعيشه كلنا، كاع رانا رايحين نعيشوه. اليوم احنا رانا ندفنوا في الناس وغدوة يدفنونا. عمر بن الخطاب قال كلمة أقسم لكم بالله، دخل على مرته كانت على النار، الطيب دنا سبعوا للنار، دنا سبعوا للنار ونحاه. بدأ يبكي عمر رضي الله عنه، زوجته قالت له لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ يسقسي في روحه، قال إني أسأل نفسي يا عمر ألك صبر على مثل هذا؟ تصبر تصبر على النار، على النار تحرقك. في يوم من الأيام قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رأيكم مش قال يا إخوان وهو لحم الإسلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليت أمي لم تلدني. بالله عليكم لنا واقفين، مش يا ليت ما نزدناش، لأنه شو يستنى فينا صعب جدا حتى بالأعمال الصالحات. نخاف ونباتوا في تراب كيما هذا. كاين بعض الناس وهنا معنا لازم يباتش على التلفزيون، كاين اللي ما يباتش وحده كما يباتش مع اخوه. هذا اليوم بيت وحده، راهو بيت وحده. فمن معنا؟ يقول العلماء، يقول لك عبدي حملوك، يعني رفدوك، عبدي حملوك وفي القبر وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك. شكون اللي بات معاه الان؟ شكون يقول انا اللي بات معاه؟ كلنا سنفر لأننا نخاف. ثم يجي القرآن الكريم وش يقول؟ يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنا بحكم العلاقات نعرفكم كلكم، نعرف الجميع، أغلبيتكم نعرف، نعرف الطيبة تاعه ونعرف العقالة تاعه، وتهدر معاه يهبط راسه وتقول له عدين يبكي. بصح لا ما راكش تصلي، علاه فيك خير كبير؟ لا ما راكش تصلي، ما راكش وليد حرام، ما راكش وليد يهودية، ما راكش وليد يهودي، ما راكش حابك نذكر أسماء. كاين الناس اللي نخسر فيها
اعرفهم حق المعرفه. يجوز عليه لكن يشرب يخبي القرعه، لكن يتكيف الشيخ. السلام عليكم. ماذا فيك الخير وتقادر اهل الدين واهل العلم وتحب ربي، على ما توليش ليه؟ هذا هو المطلوب منك، ولي ليه خمس صلوات صليهم. نسال الله ان يتوفانا على لا اله الا الله. آمين. علمنا النبي عليه الصلاه والسلام اننا ندعو للموتى، لان الدعاء يصل الى الميت كما تصل اشعه الشمس الى الارض. اني داع فامنوا. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه. امين. وان كان مسيئا فكفر عن سيئاته. امين. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا. امين. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. امين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال.